عاصفه او اعصار او مطر زائد الى اخره بيمر تقريبا على الجميع وبيمشي، خلينا نقول جميع البيوت او جميع الاماكن اللي في المنطقه الفلانيه بيجي هالشيء هذا ويمشي ويخليها. بعد مروره او زواله خلينا نقول يتضح لك الاشياء اللي كانت جاهزه او مستعده له والاشياء اللي ما كانت جاهزه فتاثرها كان اقوى، تكسرت دمرت الى اخره. فكل ما كانت جاهزه له اكثر يبين عدم تاثرها بعد زواله، وكل ما كانت ما كانت جاهزه ومستعده له يبين تاثرها الواضح جدا بعد زواله. هذا ينطبق على حاره الحصان اول الطلع، خاصه في وقت براد او مهر صغير ما خاصه ما تعطي لنشات الى اخره، فبتطلع مع الجميع تقريبا خيبكم محتره منه، خاصه الخيل العربيه او التربيت اللي في الدم حار، يعني تكون في بدايه الطلعه شوي في حراره ويحوسه، سواء حاره متحكم فيها حصان مدرب زين او حراره يحوسك حصان فيها كحصان مدرب خطا. متى يتضح لك بشكل واضح مدى حسن الركوب من عدم، مو فقط في التحكم اثناء الطلعه، بعد ما تروح العاصفه هذه عقب ما هدى الحصان طاقته قلت في نص الطلعه بدا يخمل بدا ينام. اليوم كان محتر كنت تعاملت معه خطا، حتى لما يهدى يستغل عليك الهدوء زي ما استغل عليك الحراره. يعني يوم يحتر شنع وانطلق ومطيعك اربع مرات وحاول يخلي توازنك الى اخره، ثم لما هدى وقلت طاقته نام وحرن تحاول تحركه يرفض. فزي ما رفض تحكمك فيه اثناء الحراره، اذا راحت الحراره والطاقه وبدا يهدى يرفض تحكمك فيه اثناء الهدوء والبروده. اللي مدرب زين اثناء الحراره تحكمت فيه، مما يعني لما يبدا يهدى وتقل الطاقه برضه تحكم فيه، فلن يستغل الهدوء علي زي ما قدر، زي ما لم يستغل الحراره علي. فان صح التعبير نقدر نقول الحراره البداية الطلعه هي عاصفه او مطر، بعد شو بيروح مع الجميع. الفرق ان اذا راح مع اللي يركب خطا زي ما حاسك الحصان بالحراره قبل اثناء العاصفه بيحوسك بعد زوال العاصفه او تبين الاثار بعد زوال العاصفه، رقبته ثقيله صعب يتحرك، لو بغى يعض ياخذ مساحتك يستطيع، تبغى تخبه ما يخب، تبغى تهذب ما يهذب، يحاول يقمص وهادي، يحاول يشنع يهدد الى اخره. بينما اللي اثناء العاصفه او اثناء الحراره تحكمك فيه كان صحيح، حتى لما هدى ما زالت رقبته خفيفه، توقف بسهوله، تحرك بسهوله، توجه بسهوله، يحترم مساحتك حتى وهو هادي وقت ذلك. فكل ما كان الشيء مستعد للعاصفه اكثر تضح لك عدم تاثره من العاصفة، مو بس أثناءها حتى بعد زوالها أو بالذات بعد زوالها. بينما اللي بعد زوالها يبين الدمار عليه بشكل واضح، إذا أصلاً مو فقط أثناء حصولها ما كان جيد، ما كان مستعد لها أساساً، فممكن يسوء أو يتأثر أثناءها وبعدها، وممكن يتأثر فقط بعدها، مو بواضح نتأثر أثناءها بس بعدها خلاص مخلخل على مقرب، بس لو الدف طاح. فدائماً خذ قاعدة، الحصان اللي هدى مو بشرط إنه صار سهل أو صار سهل التحكم فيه، الهدوء شيء والتحكم شيء آخر، هذاك الحرارة كونه حار ما يعني متحكم فيه، ما يعني أيضا أنه متحكم فيه، مو بأي حصان حار مدرب خطأ، لأنه لو كان مدرب صح وتحكم فيه هو حار هذه ميزة ما عاد بعيب. كذلك مو بأي حصان هادي سهل، إذا كان الحصان أصلا حار ومو مرة هادي وهدى بسبب حسن تدريبك هذه ميزة ما بعيب. فالهادي المتحكم فيه ميزة وليس عيب، الهادي بدون تحكم عيب وليس ميزة أو سهل، الحار المتحكم فيه ميزة وليس عيب، الحار بدون تحكم عيب وليس ميزة، وعادة الحارة منك أنت مو منه.